في خبر بيقول انه ظهر الحوت الاحدب في البحر الاحمر. بعض المتخصصين ادلوا بدلوهم وقالوا يا جماعه ظهور الحوت الاحدب هو ان دل على شيء يدل على تعافي للبيئه البحريه. خلونا هنا بقى نسأل المتخصصين وأهل العلم. دكتور محمود دار الأستاذ بمعهد علوم البحار بالسويس، أهلا بك يا دكتور محمود. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ أهلا. كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ماذا عن ظهور الحوت الأحدب عندنا في البحر الأحمر؟ الحوت الأحدب تم رصده في جنوب مرسى علم في منطقة رأس حمضاي وتندبا. المنطقة دي مشهورة بظهور وتواجد الدلافين وظهور عرائس البحر. المنطقة دي غنية بالغذاء، وده من الكائنات اللي ظهورها طبعا بيدل على ان البيئة البحرية جيدة للغاية في البحر الأحمر، بعيدة عن لفظ انها مناطق ملوثة. لا، دي مناطق بكر ومناطق بخيرها، وفيها تجمعات حية مختلفة ومتنوعة. وبالمناسبة ده مش أول ظهور للحوت الأحدب في البحر الأحمر، سبق وتم رصده سنة 2018 وتم رصده في سنوات سابقة قبل كده. حلو جدا. طيب باعتبار أنه زي ما حضرتك قلت إحنا ده إن دل على شيء يدل على أنه مياه البحر الأحمر بعيدة عن التلوث وأنها لا زالت بكرا ولا زالت غنية، بالدليل أن بيظهر فيها الحوت الأحدب أو بتظهر فيها عروس البحر إلى آخره، إلى أي مدى نقدر نقول أن إحنا طول الوقت متابعين اللي بيحصل في التنوع البيولوجي بالبحر الأحمر عندنا أو في سواحلنا بشكل عام؟ إحنا عاملين خطط رصد كالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لمتابعة أي تغير يحدث في البيئة البحرية. إحنا كفرع البحر الأحمر مسؤولين عن منطقة البحر الأحمر من أول مدخل البحر الأحمر لغاية الحدود الجنوبية، وبنعمل عملية متابعة ورصد موسمي ورصد سنوي، وبنتابع ظهور أي حالات أو أحداث زي ظهور الحوت الأحدب، زي ظهور اللي هو الكيلر الفولس كيلر شارك اللي هو ظهر من فتره باسراب كبيره، برغم ان هو كان نادر الظهور، برغم ان هو موجود في البحر الاحمر، لكن لم يشاهد في تجمعات كبيره وقريبه من الشاطئ الا في فتره الغلق بتاعت كورونا، اللي ادت فعلا لتعافي البيئه البحريه في البحر الاحمر بدرجه كبيره جدا جدا، وأدت ان احنا نقدر نرصد انواع من الكائنات البحرية كانت خافية عن العيان. حلو جدا. احنا يا فندم المراصد بتاعتنا، يعني انا ساعات كده لما اقعد اتفرج على برامج وكلام من ده انا في النهايه مجرد مشاهد يعني، فبسمع او بشوف مصطلحات انه نتابع مثلا معدل الملوحه في المياه، لو زاد بيسبب مشكله، لو قل بتبقى مشكله، وبنحاول نعرف ايه اساس المشكله دي مثلا ونحاول نعالجها. معدل الحموضه في المياه، درجه حراره المياه لو زادت او درجه حراره المياه لو قلت. احنا المراصد بتاعتنا مجهزه بهذه التكنولوجيا اللي تدلنا كل هذه البيانات وكل هذه المعلومات؟ طبعا يا فندم، طبعا المعهد القومي لعلوم البحار فعلا جهه متخصصه وجهه بنعمل رصد لاي تغير، تغير في الملوحه، تغير في الاس الهيدروجيني او البي اتش، تغير في درجه الحراره، متابعه الكلايمت تشينج وتاثيره على التجمعات الحيه في البحر الاحمر وفي البحر المتوسط. فعلا البرامج اللي شغاله حاليا بتتابع أي تغير في البيئة البحرية وما ينتج عن هذا التغير، سواء التغير ده أدى لنقصان في مكون بيئي معين أو أدى إلى زيادة أو أدى إلى تداور في بعض البيئات، ونبدأ نعمل عملية معالجة ونشوف أسباب هذا التغير وما أدى إليه، ونبدأ نشوف ما هي الأساليب اللي تؤدي إلى تعافي البيئة البحرية في أي مكان، سواء المكان ده كان معزول أو شبه معزول أو في المناطق المفتوحة في البحار المصري. أخيرا وليس آخرا، ساعات برضو كده بتابع الحاجات إياها دي، أصلا غاوية أفلام وثائقية علمية يعني أتفرج يعني، طبعا أنا مش متخصص خالص زي حضرتك ولا ربعك يعني،
انه ساعات او من المفترض انه يتم غلق المسطحات المائيه بتاعتنا لعدد معين من الشهور علشان بنسمح للتنوع البيولوجي بتاعنا ان هو يتعافى ويحصل التكاثر اللازم وانه ما تقلش فصائل عن فصائل اخرى الى اخره. احنا بنعمل ده عندنا في مصر يا فندم زي ما انا بقعد اتفرج عليه كده في بلاد بره؟ طبعا هو موجود في مصر. احنا عندنا فترات غلق خاصه لبعض انواع الاسماك الاقتصاديه اللي موجوده في البحر الاحمر، بيتم الغلق في موسم التزاوج. أيوه. بحيث ان احنا نسمح للاسماك دي انها تعمل عمليه التخصيب وتلقي البويضات واليرقات للاجيال الجديده قبل ان يتم صيدها، لان طبعا كان عن جهل قبل كده الناس كانت بتفرح بالسمك اللي مليان بطارخ. أيوه. السمك اللي هو ده بطارخه كبيره وبتاع، البطارخ دي هي الاجيال الجايه، هي الاجيال الثانيه. فعمليات الغلق اللي بتتم بالتنسيق بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وهيئه الثروه السمكيه والجهات الاخرى ذات الاختصاص بتساهم ان احنا نحافظ على ان الاسماك تستمر وتلقي البويضات بتاعتها وتنتشر من جديد بدل ما تصاب بما تحتويه من ورقات، ويؤدي ذلك الى تدهور كبير في الاقتصاد السمكي الموجود. الحاجة الثانية في القوانين اللي موجودة دلوقتي، لأن مش كل أسماك البحر أسماك اقتصادية، في بعض منها أسماك سامة، في بعض منها أسماك زينة. القوانين والتشريعات البيئية في مصر حاليا بتجرم صيد أي نوع من أنواع الأسماك بخلاف الأسماك الاقتصادية، بما فيها القروش، بما فيها الحيتان، بما فيها الدلافين، بما فيها كل أنواع الأسماك السامة. فكل الأنواع دي أولا هو في صيدها أنت مش هتكسب منها كتير، لكن وجودها في البيئة البحرية بيساعد على التوازن والاستمرار الاتزان البيئي للحفاظ على الأنواع واستمرار الأنواع الأخرى. المفروض أن الفترة اللي احنا فيها دي تبقى فترة غلق مش كده؟ اللي هي نوفمبر وديسمبر ويناير. شهر 9 حضرتك. 9؟ أصل احنا كنا نعرف شهر 9 كانت من شهر 5 لغاية شهر 9، وبدأ يتم فتح الصيد، لأن غالبية الأسماك موسم التزاوج بتاعها بيبقى في الربيع حتى نهاية الصيف وجزء من الخريف. أما ليه يقولوا لنا دايما السمك المبطرخ تلاقيه في نوفمبر وديسمبر ويناير؟ لا لا لا، معلومة دي حسب نوع السمك، لكن الأسماك الاقتصادية بالنسبة لها أن إحنا في البحر الأحمر بيبقى إحنا بنعرف الفرشة، يعني تجمع الأسماك للتزاوج. أيوه. هو الفرشة، فرشة الشهور، فرشة الكشر، الحاجات دي بيبقى الأسماك بتتجمع في موسم التزاوج، الحاجات دي بتبقى موجودة في 5 و6 و7. حلو قوي. أنا بشكرك جدا جدا دكتور محمود دار، الأستاذ بمعهد علوم البحار بالسويس، شكرا جدا على هذه المداخلة وهذه الإفادة.